ضعف التعاون الجيوسياسي بين الدول ستكون له آثار مضاعفة في أزمة متشابكة المخاطر بين البيئية منها والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إذ يفاقم تغير المناخ خطر اندلاع النزاعات حول العالم، وبالتالي تفاقم المجاعة الناجمة عن الشح المتزايد في الغذاء والمياه وباقي الموارد الطبيعية. ويمكن أن يؤدي نقص الموارد هذا إلى منافسة شديدة وصراعات بشأن كيفية الوصول إليها، مما سينعكس على الاقتصادات المحلية ويزيد نسب الفقر والبطالة. ويمكن أن يؤدي نقص الغذاء والماء والمعادن إلى أزمة إنسانية وبيئية، من حروب المياه والمجاعات إلى الاستغلال المفرط للموارد الحالية. كما يزيد ارتفاع أعداد النازحين داخليا واللاجئين من احتمالات وقوع صراعات حول المآوي والموارد. وترتفع هنا الدعوات الدولية لضرورة صياغة سياسات لمواجهة موجات النزوح واللجوء المتوقعة. باتت إذن التهديدات الناجمة عن التغير المناخي تتجاوز نطاقات الأمن البيئي والأمن الاجتماعي والإنساني، وباتت تطال الأمن والاستقرار الداخلي في مناطق عدة من العالم.